بشكر الرب من كل قلبي وجوايا فرح كبير ان يكون ليا امتياز ان اشارك معاكم. احنا بنشكر الله كتير من اجل انه مازال هناك خدام امناء مثقلين بالرساله دي اكرزوا بالانجيل في الخليقه كلها. نشكر الرب ان الرب ليه شهود امناء في كل مكان. اسمحوا لي ان يكون ليا امتياز اني اشارك معاكم بفرح كبير من اجل الخدمه دي اللي هي في كنيسه المجتمع العربي منذ 10 سنوات، وبدات هذه الخدمه كحبه خردل زي ما بيقول الكتاب، واعتقد ان ده شعار الكنيسه. كم اشكر الرب انه في خلال 10 سنوات حبه الخردل فعلا صارت هذه الشجره الكبيره اللي بتجذب مؤمنين كتير. فرح كبير ان يكون لنا مشاركه وصلاه خاصه من اجل هذه الخدمه. احنا بنصلي ان الرب يبارك هذه الخدمه في هذا المكان. احنا بنثق ان كل مكان يكون من اجل تمجيد اسم المسيح هو امتياز كبير. احنا بنشترك مع القس جدلة اللي فعلا الرب استخدمه، ومن كل قلبنا نصلي ان الرب يحط بركة خاصة في هذه الكنيسة. وانا اعلم ان له امنية ان يكون عنده مبنى للمؤتمرات. احنا بنصلي معاك وبنرفع ايدينا معاك للسماء انه تستجيب ان يكون في السنوات اللي جاية مبنى للمؤتمرات يشارك في الكرازة من الإنجيل. مرة تانية حبي وشركتي الخاصة مع كل الحضور، مع اتحادنا جميعا في الصلاة من أجل كنيسة تصطاد نفوس كثيرة للمسيح، يكون كله لأجل خلاص النفوس ولأجل مجد الله. له كل المجد. آمين.